السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 6 من الامتحان الموحد المحلي رقم 1 السنة الثالثة إعدادي. إذا التمرين رقم 6 هو تمرين في المثلثات المتقايصة. التمرين يقول أ ب س د مربع العمودي على أ س المار من أ يقطع سي دي في أ، ارسم الشكل. إذا الشكل ديالنا غادي يجي بحال هذا الشكل هذا، دونك أ ب س د مربع والمستقيم المار من أ والعمود على أس يقطع سي في أ. السؤال الثاني، بين أن المثلثين ABC و ADE متقايصين. إذن بالنسبة للتقايص فإحنا عندنا ثلاثة الحالات ديال التقايص. على حسب معطيات التمرين كنشوف الحالة اللي ممكن نطبق. اذا في هذه المعطيات ديال التمرين هذا كنطبق الحاله اللي كتقول لي بانه اذا قايص ضلعان في مثلث او اذا قايصت زاويتان لمثلث والضلع المحادي لهما على التوالي زاويتان لمثلث اخر والضلع المحادي لهما فان هذين المثلثين متقايصين. اذا انا ملي كنشوف هذا الشكل هذا شنو كيبان لي؟ كيبان لي واحد عندهم ضلعان متقايصان. إذن هو الضلع AB و AD لأن ABCD مربع. وكذلك غنحاول نبين بأن لهما زاويتان متقايصتان، يعني الزاويتان المحاديتان للضلع المشترك، يعني هاد الزاوية هادي وهاد الزاوية هادي وكذلك هاد الزاوية وهاد الزاوية. إذن هادو راه باينه 90 90، هادو بطبيعة الحال خصني بينهم متقايصين. إذا خصني نلقى ثلاثة الحوايج، نبين في الأول بأن لهما ضلعان متقايصان. إذن لدينا أ ب س د مربع، ماذا يعني؟ جميع الأضلاع متقايصة. إذن أنا اللي كيهمني هو الضلع أ ب يساوي الضلع A D، هذا نسميها العلاقة واحد. وكذلك لدينا A B C تساوي 90، يعني زاوية في المثلث A B C في هذا المثلث هذا. إذا دابا خصنا نقلب على زاوية في هذا المثلث اللي تكون محادية للضلع A D وتكون القياس ديالها كيساوي لنا 90. إذا بما أن AD عمودي على DC و E لأن ABCD مربع و E تنتمي إلى DC، فإن ADE تساوي ماذا؟ تساوي 90 لأنهما متعامدين. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن ADE تساوي أ ب س تساوي 90. إذا لقينا الشرط الثاني، يعني إذا دابا خصني نلقى بأن هاد الزاوية هادي راه كتساوي لنا هاد الزاوية هادي باش داك الساعات يمكن لي نستنتج بأن المثلثان متقايصان. إذا لدينا D و A و C هما على التوالي مماثلات B و A و C بالنسبة للمستقيم AC. إذن هنا كنستعملوا التماثل المحوري. علاش التماثل المحوري؟ لأن AC راه عمود على BD لأنهما قطرة الرباعي ABCD المربع ABCD، وبالتالي فالمماثلة ديال B هي D، والمماثلة A هي نفسها لأنها تنتمي للمستقيم AC، والمماثلة C هي نفسها، وبالتالي المماثلة ديال النقط D و A و C هي B و A و C. وبما أن التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا فإن الزاويتان متقايصتان. إذن CAB تقايص DAC.
إذن هاد الزاويتين كيساوي لنا دي أ بي على جوج، لأن دي أ بي راه هي سي أ بي زائد دي أ سي، وبالتالي كيساويو سين على جوج، إذن كتساوي 45. إذن لقينا بأن الزاوية سي أ بي هي اللي عندي بها الغرض كتساوي 45، إذن سي أ بي كتساوي 45. كذلك ولدينا او ا حسب الشكل الهندسي المستقيم او ا عمود على المستقيم اس، اذن او ا سي كتساوي لنا 90 درجه، وبالتالي هنا يمكن لي نحسب الزاويه او ا دي، الزاويه او ا دي، او ا دي هاد الزاويه هادي. إذا مادام هاد الزاوية كتساوي 90، مادام أو أ سي كتساوي 90، فهاد الزاوية أو أ سي كتساوي لينا، إذا الزاوية أو أ دي تساوي الزاوية أو أ سي ناقص الزاوية دي أ سي، إذا هي 90 ناقص 45، إذا كتساوي لنا 45، إذا أو أ دي كتساوي 45. وبالتالي او ا دي كتساوي سي ا بي كتساوي 45. اذا لقينا ثلاثة ديال الاشياء، لقينا بان المثلثان يتوفران على ضلعان متقايصان، ولقينا الزاويتين المحاديتين لهذا الضلع متقايصتان. اذا شنو كنقولوا من العلاقة واحد وجوج وثلاثة نستنتج أن المثلثان A B C و A D E متقايصان. السؤال الثاني قالوا لنا ما طبيعة المثلث ACE. إذن طبيعة المثلث ACE حسب السؤال السابق، فلقينا بأن ABC و ADE متقايصان، يعني أن جميع الأضلاع المثلثين، يعني أضلاع المثلث ADE هي متقايصة مع أضلاع ABC، وبالتالي فالضلع AE حسب الشكل الهندسي الضلع AE يساوي الضلع، إذن AE تساوي لنا A سي، وعندنا حسب المعطيات الزاوية او ا سي هي قائمة، وبالتالي المثلث ا دي او هو قائم الزاوية ومتساوي الساقين.